اولادكم للتكفير والتفجير. ده صادق عبد الله جايبين في المحاضره ده. انتوا ناس طيبين يا ناس كسل وناس مساكين مغشوشين بالحصول ده. ده الحاصل هو دي كنت برا اي دول داري يشوف كنت برا في العربيه وقال داري ناظر ده جاهزين لو ناظرتم عشان نبين اخطاوا لكم انتوا ده لانكم ناس طيبين. عرفت كلامي؟ هذول ده ما يخدعهم. لنا ناس كثر مساكين يدعوهم الى التكفير والى التبكير. او دي الكتب برا كلها الكتب برا كلها موجوده وكان موجود في المسجون قبل ظهور هذا الرجل. اسمع يبا اسمع يبا الحل اللي هناك ده حكومه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الله يحييك. كويس اديك شيخ مزمل. طيب لا ولا ولا اتكلم معك بعدين اديني مزمل. ايوه الو قلت لي ايوه ايوه منو معاي؟ مزمل. ايوه طيب نحن انا اتكلمت مع شيخ صادق قبل شويه كنت اتكلم معاه في الموضوع بتاع الجلسه دي. ممتاز جدا. وبيقول كالاتي. هو طبعا وهو انا هديك الخلاصه بالطريقه اللي تكون فيها الجلسه لو وافقت عليها مرحبا. اللي هي شوف واحد يعني شوف واحد من اللي عندهم علم هنا في كسله يجلس وانت اسئلتك اي اسئله عندك اي اشكالات تقدم بواسطه الشيخ ده لانه هو بيشوف انه مستواك انت اقل. يعني ما رفض الجلسه؟ لا ما رفض. لو انت في كبير انا لا جلسه انا اقعد واقدم سؤالي عن طريق زول ثاني. ده طبعا ما حصل الكلام زي ده ولا في جلسه زي دي. وينافي تحدي الصادق امبارح للناس وانا اتحدى اي زول. لا مش منافاه لانه انت بقدر يخطك فيه في قلبك يعني. بعدين كتاب اسمه النصيحه صفحه 12 قال مستعد لمناقشه ومجالسه اي زول. يجي يقول لي انا اقعد طيب واجيب زول ثاني وانا ما خلينا نجيب كلام يا مدرب. انما سؤالي وصل للزول الثاني اصل الصادق ده شنو؟ لا اسمع الاخر بس انت ما مش دار الحق. انت اسمع كلام الاخر لكن ده زار كده الصادق كده هرب والله. لا خلينا نتكلم تيم كلامي بعدين انت تيم كلام تيم كلام تيم كلام. طيب هو بيقول انت يعني بمعنى كلامي يعني انت ما بتفتح ما بتفهم مصطلحات العلماء ما تستطيع مثلا تصيغ الشده والسياقه صحيحه وكذا. فهو حتى يكون المجلس عنده وزن علمي انت هسه في كتله دي يعني تجيب يعني دي حاجه استفهاميه. انت اي حاجه في راسك اي اشكال اي شبهه هنجيب عليها ما في اشكال. لكن الحاجة الصورية عشان انت تعرف قدرك يعني انت ما مستوى عشان مثلا انا ما انت بتطلع انه انا ما مستوى وانا براي انه الصادق ما مستوى ولا انت ذاتك ما مستوى. لكن ده ما موضوع انك مستوى. لا ده ما موضوع انك مستوى. انت ما زول محايد. دي محايد ده ما الموضوع. لكن انه تقول لي انت ما مستوى عرفت انا ذاتي ما ممكن اقول لك انت ما مستوى وانت الان ما مستوى. لكن ده الواقع على وضعك الجديد يعني ده الواقع انك قلت الاثنين ما مستوى. خلاص اسمع كلامي. انت ما عندك حاجه علميه لكن اسمع كلامي اسمع كلامي. شوف الصادق قال انا بتحدى اي زول وانا زول واثنينين وراس وشعر زول انا الصادق الان هرب. عرفت كلامي؟ هرب ونحن الان مش معاك في اجراءات الجلسه. اسمع كلامي والذي لا رب سواه. انا الان حامشي مسجد البنك. عرفت كلامي؟ والحمد لله حاجدين شباب طيارات ما شاء الله. اكشفك واكشف الصادق بشيء لم يحصل ابدا يا منى. عرفت كلامي يا سرور؟ لا انا اقول لك حاجه انت ما تستعجل اسمع كلامي يا سفيه. ما تستعجل اسمع ما تستعجل اسمع كلامي. انا مستعجل وانا لو ما خرجتكم من ما تستعجل المساله مساله علميه. انا ما خرجتكم من كسلات لم تلدني امي. فهمت يا تكفير يا مرض. والله لا تستطيع تفعل اي شيء. يا رب يا رب. موعدنا في مسجد حي البنك. والله يا شيخ الله يرفعه ولن تستطيع ان تضعه مهما حاولت. يلا تعال مسجد حي البنك نشوف الحياه حيرفعك. يا حبيبي كلامي معك. انت مش جاي الجلسه انا اقول لك اقتراح وانت. كلامك يا سفيه يا مبتدع.